عندنا الأهل الصلاة للسنة لغير مكانه. نعم. ما حكمة من هذا؟ رجع يسلم عليكم. رجع يطيق الطريق. أولا أقول كعادتي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث في سنن داود بتغيير مكان النافلة عن الفريضة، وجاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أنه إذا صلى صلاة الجمعة لم يخرج أو يتكلم ولا يوصل النافلة من فريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكفير الشهود يوم القيامة، لتكفير الشهود له بالقيام يوم القيامة، فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له بأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا قيل والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا.